شخصية هي لزوم الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل عمل وفي كل شأن، في كل عبادة وفي كل طاعة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعليك يا عبد الله بالإخلاص، تخلص لله سبحانه وتعالى في جميع أعمالك، واعلم أن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا، فمدحهم لا ينفعك وذمهم لا يضرك. فلا تنظر إلى الناس وانظر إلى رب الناس سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف: يا نفس أخلصي تتخلصي. وقد قيل من بعض السلف: إن الإنسان ما زال يجاهد نفسه على الإخلاص، غير أنه ليس لها منه نصيب. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى ترويض لهذه النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية: أن نهتم بطلب العلم الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حربنا على طلب العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فطلب العلم الشرعي هو عاصم بعد الله سبحانه وتعالى من الفتن المدلعمة، الفتن التي عمت وطمت، فتن تجرف الناس فيهلك من هلك وينجو من ينجو، فتن تموج كموج البحر، فتن في العقائد، فتن في الأخلاق، فتن في المناهج، فتن في العبادات، فتن في المعاملات، فتن في السياسة، فتن في الدعوة، في الدعوة إلى الله، فتن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا ينجيك يا عبد الله من هذه الفتن التي ما تزال تزيد، تزيد يوما بعد يوم، حتى يكون آخرها فتنة الدجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالذي ينجيك من هذه الفتن يا عبد الله هو اهتمامك بطلب العلم الشرعي، أن تأخذ العلم من مصادره الصحيحة، وأن تطلب العلم، وأن تتفهم العلم، وتسأل العلماء وتراجع العلماء، حتى تأخذ العلم الصحيح من منبعه الصافي من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة. الوصية الثالثة: أن نترك القيل والقال. فالقيل والقال هذا سبب للخوض فيما لا ينفع، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الإثم أن يحدث بكل ما سمع، بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وكره لكم. قيل وقال
وكثرة السؤال وإضاعة المال. فينبغي للعبد المسلم أن يترك القيل والقال، وأن يشتغل بما ينفعه، وأن يحرص على وقته. كذلك ينبغي عليه أن يترك الجدال، وأن يترك الخصومات في الدين والمراء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالجدال الذي ينفع هو الجدال مع طالب الحق الذي يطلب الحق ويبحث عنه، فهذا تجادله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الذي يظهر منه العناد والاستكبار فلا ينبغي تضييع الوقت معه، فهو صاحب مراء وصاحب جدال. وكما قال الإمام مالك رحمه الله لذلك المبتدع الذي أراد أن يناظره، قال له الإمام مالك رحمه الله: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فذهب إلى شاك مثلك. وفي رواية أن الإمام مالك رحمه الله قال لهذا المبتدع أو لغيره لما طلب المناظرة، قال له الإمام مالك رحمه الله: قال فإن غلبتك قال أتبعك، قال فإن غلبتني قال تتبعني، قال فإن جاء رجل ثالث وغلبنا قال نتبعه. قال: سبحان الله، أنترك ما نزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام لجدلك؟ وقال: إن محمد عليه الصلاة والسلام جاء بدين واحد، وإني أراك تكثر التنقل، فلا ينبغي أن تجادل مع المعاند المكابر، بل فر منه فرارك من الأسد. كذلك من الوصايا الحرص على الوقت، فالوقت هو السيف، إن لم تقطعه قطعك. فالوقت أثمن من الذهب، فلا تضيعه فيما لا ينفع، لا تضيعه يعني بالاشتغال بمواقع التواصل الاجتماعي ليل نهار، ولا تضيعه في النزهات أو في الخرجات، بل ينبغي أن تستفيد من الوقت، لأنك إن ضيعت وقتك في حال الشباب فإنك تندم بعد ذلك غاية الندم. كذلك من الوصايا وهي أعظمها لزوم التقوى، أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وهذه وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه الوصية وصية عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض الصحابة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، أن تراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعات، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. غفلنا لأمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فهذه الوصية وصية عظيمة، ويقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كذلك من الوصايا أن تترك ما لا يعنيك، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فاشتغالك بما لا يعنيك لا منفعة فيه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما تشتغل بما ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قل قدر الله وما شاء فعل. كذلك من الوصايا أن تتكلم بالخير أو بالمباح أو تصمت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا كنت تشك في كلامك هل فيه منفعة أو فيه مضرة، فينبغي عليك أن تصمت. وإذا غلب على ظنك أن كلامك فيه المنفعة فتكلم، وإن غلب على ظنك أن كلامك فيه المضرة فيجب عليك أن تصمت. وإذا اشتبع عليك الأمر فاصمت، فإنك لن تندم على السكوت بمقدار ندمك على الكلام. وكما قال بعض السلف: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن خنته خانك. فاللسان أمره خطير، ويقول بعض الشعراء: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الأجوفان، الفم والفرج. كذلك من الوصايا الحذر من الطعن في العلماء السلفيين في الجزائرها، فإن الطعن في العلماء علامة على الخذلان، وعلامة على خبث الطوية والعياذ بالله. فالمسلم يحذر من الطعن في العلماء غاية الحذر، لأن الكلام في أهل العلم السلفيين والكلام في أهل العلم الراسخين يؤدي إلى إسقاط وفقدان ثقة العامة بهم، فهذا يؤدي إلى اهتزاز منزلة العلماء عند العامة، ثم بعد ذلك يتكلم من يتكلم ويطعن من يطعن. بل الواجب هو احترام العلماء وتوقيرهم وإعطائهم المنزلة التي تليق بهم. وكما قال ابن عساكر رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، واجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منطق سيهم معلومة، وما أطلق أحد لسانه في العلماء بالثلب إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فلا يجوز الطعن في المشايخ السلفيين، الشيخ ربيع حفظه الله، الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، وهكذا الشيخ الفوزان والحيدان والعثيمين والألباني وابن باز ومقبل والنجمي وزيد المدخلي وكل العلماء. لا يجوز الطعن في واحد منهم، الشيخ عبد المحسن العباد وابنه، عبد الرزاق، شيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. فمن طعن في واحد من هؤلاء العلماء الأحياء
أو الأموات فهذه علامة على غيره. وكما قال بعض العلماء أن الذي يطعن في العلماء هو أخس درجة من الحيوان، لأن الحيوانات تستغفر لأهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء يستغفرون لمعلمي الناس الخير. علماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فينبغي أن يحترم العلماء وأن يوقروا، ومع ذلك نطالبهم بالدليل. فالعلم أخذ الحق بدليله وأخذ المسألة بدليلها، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصرك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. نأخذ العلم بدليله ونأخذ المسألة بدليلها. والجاهل العامي لا بأس عليه أن يقلد من يثق بدينه وعلمه من غير تعصب. فإذا ظهر للعامي، إذا ظهر له خطأ العالم، فعليه أن يتبع القول الصحيح ولا يتعصب لشيخه. كذلك من الوصايا أن لا نغلو في واحد من العلماء. فالغلو في واحد من العلماء سبب للانحراف وسبب للتعصب. ويقول العلامة المعلمي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الملقب بذهبي العصر، يقول: الغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل. كلمة عظيمة وكلمة رائعة. فإذا نظرت إلى أهل الشرك تجد أنهم غلوا في الصالحين، سواء اليهود أو النصارى أو مشركي هذه الأمة. الذين غلوا في الصالحين فأدى بهم هذا إلى الشرك. وقبل ذلك قوم نوح الذين غلوا في الصالحين. فالغلو هو سبب لحصول الشرك، وهو سبب للتعصب، وسبب لإصرار العالم على خطئه، وسبب لاتباعه في خطئه. فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ينبغي أن نعطي لكل إنسان منزلته، فأنزل الناس منازلهم. فالعالم الجليل تعطى له منزلته، وطالب العلم تعطى له منزلته، وهكذا العالم الذي لم يصل إلى درجة كبار العلماء تعطى له منزلته. أما الغلو في بعض العلماء فهذا يؤدي إلى فتن، بل يؤدي إلى الابتداع في الدين، ويؤدي إلى التعصب لذلك العالم في خطأه. فتجد أن الذي يغلو لا يرضى أن يقال أن شيخه أخطأ، بل يتعصب له بالباطل ويدافع عنه ويلوي أعناق النصوص من أجل إظهار شيخه بمظهر الصواب، وأنه على القول الصحيح وأنه لم يخطئ. هذا كله بسبب الغلو. فمن ظن أنه لا يخطئ فقد أخطأ. التعصب داء وبيل. اقرأوا كتاب العلامة الربيع حفظه الله وشافاه، التعصب الذميم وأثره. هذه الرسالة التي هي عبارة عن محاضرة وطبعت الطبعة الأولى، وكانت رسالة صغيرة، ثم بعد ذلك أصبحت
في كتاب التعصب الذميم وأثره، التعصب جر على الأمة ويلات. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، فالذي يأخذ من شيخ واحد تجده أنه يتعصب له في الغالب إلا أن يشاء الله. أما طالب العلم فإنه يحاول أن يستفيد من كل العلماء السلفيين، لأنه قد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، وقد يوجد عند هذا ما ليس عند هذا. فالله إننا قد أخذنا من الشيخ الألباني مسائل ما وجدناها عند الشيخ ابن باز، وأخذنا من الشيخ ابن باز مسائل ما وجدناها عند الألباني والعثيمين، وأخذنا من العثيمين مسائل ما وجدناها عند غيره، وأخذنا من الشيخ الفوزان مسائل ما وجدناها عند غيره. فكل عالم عنده فوائد وعنده مسائل تستفيد منها. هذا إذا كنت طالب علم بحق. فاترك التعصب جامدا، فاترك التعصب جانبا، واستمر فيما أنت فيه من الخير من طلب العلم واتباع الدليل. كذلك قديما التعصب للأئمة الأربعة جر على الأمة ويلات. اقرأوا مقدمة صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله، حيث قال الإمام الطحاوي رحمه الله: هل يقلد إلا عصبي أو غبي؟ هل يقلد إلا عصبي أو غبي؟ إنما التقليد يجوز للضرورة، للعام، للجاهل. يقلد من يثق بدينه وعلمه، كما قال بعض العلماء أن التقليد كأكل الميتة، إنما يحتاج إليه عند الضرورة. لكن الأصل هو أن تأخذ الحق بدليله، تأخذ المسألة بدليلها، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما في بداية ثلاثة الأصول، قال: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم، أن تعرف دين الإسلام بالأدلة. وصدق من قال: وقول أعلام الهدى لا يعمل، في قولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجميع الأئمة الأربعة نهوا أتباعهم عن التقليد ورغبوهم في أخذ الدليل. فلذلك نحن نحب العلماء ونحترمهم، حب العلماء دين يدان به. نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب علمائنا وبالذب عنهم وبالدفاع عنهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ذب عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، فكيف بمن يذب عن العلماء؟ فكيف بمن يدافع عن العلماء؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه التحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هكذا العلماء ينفون عن كتاب الله، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين
وتأويل الجاهلين. يجب علينا أن نحترمهم وأن نوقرهم وأن نطلب العلم على أيديهم، وإذا استطعنا أن نرحل إليهم ونذهب إليهم ونستفيد منهم، نستفيد من علمهم ونستفيد من أدبهم ومن أخلاقهم ومن سمتهم وهديهم ودلهم. هذا هو التعصب جرى على الأمة. ويلات المسجد الحرام كان فيه أربع محاري، كان فيه محراب لإمام الحنفية، ومحراب لإمام المالكية، ومحراب لإمام الشافعية، ومحراب لإمام الحنابلة، حيث أن كل أصحاب مذهب لا يصلون إلا خلف إمامهم، ونحن إمامنا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال بعض أهل التفسير: هذا فيه شرف لأهل الحديث، لأن إمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أصحاب الأئمة الأربعة كانوا لا يصلون خلف الإمام الذي هو من غير مذهبهم، بل وصل الأمر بالتعصب إلى أن الحنفي لا يجيز يعني أن يتزوج من الشافعية، لأن الشافعية يقولون: أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا هو الصحيح، أننا نقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأني لا أعلم هل أموت على الإيمان أم لا، ولأني لا أدعي كمال الإيمان ولا أعلم بالخاتمة. فلذلك نقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما الأحناف الذين هم من مرجئة الفقهاء فلا يجيزون هذا، ويقولون أنا مؤمن، لأنهم يقولون أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، ويعتبرون أن عمل الجوارح ليس من الإيمان، فلذلك يقولون أنا مؤمن. فماذا حصل؟ أفتى بعض الأحناف وكفروا الشافعية، وقالوا لأنهم يستثنون في إيمانهم، يعني يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، فكفروا الشافعية، وحصلت يعني حروب ما بين الأحناف والشافعية وما بين المالكية والحنابلة. ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فلما كفر بعض الأحناف الشافعية جاء بعض مفتيهم، وهو الملقب بمفتي الثقلين، وأفتاهم بالجواز، يعني يجوز للحنفي أن يتزوج من الشافعية. فلما سألوه يعني عن الدليل على ذلك، قالت: تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. انظر، يعني جعل الشافعية كأهل الكتاب تكفيرا لهم، وقاسهم على أهل الكتاب، فكما يجوز الزواج من أهل الكتاب يجوز الزواج من الشافعية. انظر إلى أي حد أوصل التعصب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن يعني الإطراء، بل حتى الإطراء لشخصه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وكذلك نهانا أن يمدح بعضنا بعضا في الوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والتمادح فإنه الذبح. وقال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح آخر فقال له: ويحك، قطعت عنق صاحبك، ويحك، قطعت عنق صاحبك. فلنحذر من هذا المدح وهذا الإطراء في الوجه، لأنه يخشى أن تحصل من ورائه فتنة، فتنة للممدوح وفتنة للمادح. لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى ابن مسعود أو غيره من الصحابة يمشي
وخلفه جماعة يتبعونه، فقال ونعم، قال هذا فتنة للمتبوع وذلة للتابع. فهذا المدح فيه الهلكة والعياذ بالله. فلا ينبغي للإنسان أن يمدح أحدا في وجهه، لا من العلماء ولا من غيرهم. قال المتعصب من المالكية: لولا مالك كان الدين هالك. وقال المتعصب من الأحناف: كل آية أو حديث تخالف المذهب فهو مؤول أو منسوخ. يعني يعتقد أن المذهب ليس فيه أخطاء، وهذا الغلو شديد. بل الإمام الشافعي رحمه الله يقول: اقرأوا كتبي ولا بد أن تجدوا فيها خلاف الصواب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدعي أن كل آية أو حديث تخالف المذهب فهو مؤول أو منسوخ. وقال آخر من متعصبة الحنابلة: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصية للناس أن يتحنبلوا. وقال آخر من متعصبة الشافعية: أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصية للناس أن يتشفعوا. فالوصية لنفسي ولإخواني ألا نتعصب لأحد من العلماء، لا للشيخ الألباني ولا لابن باز ولا للشيخ مقبل ولا للفوزان ولا للنجمي ولا للربيع ولا لمحمد بن هادي ولا لعبد المجيد جمعة ولا للازهر سنيجرا ولا لغيرهم من العلماء والمشايخ. ودائما اتذكر قول الامام مالك رحمه الله: ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر. فليس هناك احد ينجو من الخطا، وانما العالم يتراجع عن خطئه متى نبه. ثم ان زلات العالم قليله، تكون من قبيل الفلتة والذلة، تكون من باب العفوة وهو لا يصر عليها. فإذا نبه تنبه، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا العالم إذا نبه ينتبه ويتراجع. ما أكثر تراجعات الشيخ الألباني في الأحاديث، ما أكثر استدراكاته في الأحاديث، يستدرك استدراك على الحديث الفلاني واستدراك على الحديث الفلاني. انظروا في السلسلة الصحيحة وفي السلسلة الضعيفة كم فيها من الاستدراكات، وهذا يدل على نبل وفضل الإمام الألباني الذي طعن فيه فركوس وقال أنه يخالفه في مسائل عقدية ومنهجية. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وصدق الربيع حفظه الله، قال: عقيدتنا وعقيدة الألباني شيء واحد. وقال العثيمين الذي يتهم الألباني بالأرجاء: إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الأرجاء. بل لا نغلو في واحد من العلماء، والتراجعات دليل على يعني أن العالم إذا نبه على خطئه يتراجع. وكما يقول الشيخ الألباني: العلم لا يقبل الجمود. ويقول: كلما تحصلت على فائدة أردت أن أشرك القراء حتى لا أحرمهم من هذه الفوائد. والله تبارك وتعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. فالعالم لا يحيط بكل شيء. حصل مرة أني كنت جالسا في بعض المجالس، فتكلم أحد الإخوة ومدح الشيخ محمد بن هادي رحمه الله مدحا أعتقد أن فيه شيئا من الغلو، حيث أنه قال أن الشيخ كلما كلمته في مسألة تجد أنه يعلمها، حتى الحوادث التي تحصل في البلاد هنا وهناك إذا حكيناها له نجد أن عنده بها علما أو عنده بها خبرا، وأنه كلما ذكرت له شيئا تجد أنه يعرفه. يعني حتى من الحوادث التي تحصل في البلاد
الشرقية أو الغربية. فقلت له، قلت لهذا الأخ: احذر يا أخي، فأنت تكاد أن تقول أنه أحاط بكل شيء علما، وهذه صفة رب العالمين وليست صفة البشر. فالبشر يعلم ويجهل ويخطئ ويصيب، ولا يمكن لأحد أن يحيط بكل شيء علما، والإنسان بعيد عن الكمال. فالله تعالى، فالشيخ حافظ حكمي رحمه الله يقول: الكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يقبل له عمله. فلا يمكن العالم أن يحيط بكل شيء، والله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، والله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. أما العالم مع على والسماء فإنه تخفى عليه بعض الأمور. نبي الله سليمان وهو نبي أتاه الله ملكا لم يؤته لأحد من قبله، ولن يؤتيه أحد من بعده، ومع ذلك جاءه الهدهد. لما غاب الهدهد قال نبي الله سليمان: ما لي أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو أذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فركت غير بعيد، فقال: أحط بما لم تحط به، وشئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها في ضلوع الشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فالشاهد أن نبي الله سليمان خفيت عليه مسألة علمها الهدهد وافتخر بذلك على نبي الله سليمان، وقال: أحط بما لم تحط به. فالعالم لا يمكن أن يعلم كل شيء مهما علم وسمع، والعالم بين الأجر والأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فلا يجوز لنا أن نغلو في أحد من العلماء، بل نستفيد منهم جميعا، ومن أخطأ منهم لا نتابعه في خطئه، وينافح العالم حتى يتراجع عن خطئه. وقد يكون العالم له اجتهاد فيكون معذورا، وتكون مسألة اجتهادية، فالمسائل الاجتهادية لا إنكار فيها، كما قال بعض أهل العلم: الخلاف فيها لا يفسد للود قضية. فالاختلاف في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها السلف أو اختلف فيها العلماء من أهل السنة المعاصرين خلاف لا يفسد للود قضية، ولا يترتب عليه الولاء والبراء، وإنما العالم كما قلنا بين الأجر والأجرين، ويعذر فيها المخالف لأنها مسألة اجتهادية. أما مسائل العقيدة والمنهج والإجماع فلا يجوز المخالفة فيها، فمن خالف في مسألة في العقيدة وخالف عقيدة السلف أو خالف منهج السلف فهذا ينصح، فإن أصر فإنه يبدع والعياذ بالله، يبدع ولا كرامة إذا خالف عقيدة السلف أو خالف منهج السلف أو خالف الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. أما المسائل الاجتهادية فلا إنكار فيها، فيجب علينا أن نفرق بين يعني القاعدة الباطلة، وهي قاعدة الإخوان المفلسين الذين يقولون وسموها بالقاعدة الذهبية، قالوا: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة باطلة، هذه قاعدة باطلة، لأن معناها أن يعذر بعضنا بعضا حتى في الاختلاف في مسائل العقيدة والمنهج والإجماع. لكن القاعدة الصحيحة هي لا إنكار في المسائل الاجتهادية التي اجتهد فيها الصحابة، واجتهد فيها التابعون، واجتهد فيها العلماء من قبل ومن بعد، فالعالم فيها بين الأجر والأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.
هذه مجموعة من الوصايا أردت أن أذكر بها نفسي وإخواني، وما أحوجنا جميعا إلى هذه الوصايا. ومن أعظم الوصايا الاهتمام بالتوحيد وتعلم العقيدة وتصحيح المعتقد وتحقيق مسائل التوحيد، فإنها من أعظم الوصايا. فكل من عرف منهج السلف يجب عليه أن يتعلم التوحيد، كل مسلم يجب عليه أن يتعلم التوحيد ويحذر من الشرك ويجعل الكلام عن التوحيد نصب عينيه، وينبه الناس على الأخطاء في العقيدة وعلى الشركيات وعلى البدع وعلى الضلالات. فوالله إن الناس في حاجة إلى هذا العلم، وفي حاجة إلى من ينبههم، وفي حاجة إلى من ينصحهم. لذلك سبق الكلام أننا لا ينبغي أن نضيع أوقاتنا، فالناس في حاجة إلى أوقاتنا، والناس في حاجة إلى العلم، وفي حاجة إلى من يصحح لهم عقيدتهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم مما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن لا يجعل علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل به سبحانه وتعالى، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.